ده كيوان، واحد من أكتر الأشخاص المحظوظين في العالم، وده عشان هو مقامر من الدرجة الأولى وحط كل فلوسه في سبق للخيول، وفعلاً الخيل اللي راهن عليه كسب السبق، وكسب برضو كيوان 4 مليون يوان، وكان من أسعد الأشخاص على سطح الأرض وقتها، وراح استلم الإيصالات بتاعت الفلوس وكان في طريقه إنه يروح للبنك عشان يصرفها، لكن ما كانش يعرف إن فرحته مش هتكمل، لأن عصابة القرش الأبيض كانت مستنياه بره المبنى اللي كان فيه سباق الخيول، ولما شافهم جايين عليه جري بسرعة عشان يهرب منهم، بس خبط غصب عنه في البنت دي اللي واضح من نظراتها إنها سرقته. بسرعة قام كيوان وكمل جري، لكن حظه الحلو خلص كله في سباق الخيول، إنما أنت لسه حظك حلو لأن الفيديو لسه في أوله ولسه عندك وقت تنزل بسرعة تعمل اشتراك في القناة ولايك على الفيديو، وبعدين ترجع عشان تعرف باقي تفاصيل مسلسل النهاردة. العصابة لما فتشت كيوان ما لقيتش معاه أي حاجة، وعشان كده خليته يبصم بدمه على الديون اللي عليه، واديت له مهلة شهر واحد يوفر فيه مبلغ الدين. كيوان راح على محطة المترو وقعد يستنى القطر، لأنه في وقت قصير كسب كل حاجة وخسر برضه كل حاجة، لكن في وسط أفكاره عن إزاي هيجيب الفلوس قابل رجل الأعمال ده اللي من غير أي مقدمات عرض عليه شنطة فيها فلوس وظرفين، واحد أحمر والتاني أزرق، ووعد كيوان إنه هياخد قصاد المرة الواحدة اللي هيكسبها 100,000 يوان، إنما بشرط انه يدفع نفس المبلغ قصاد المره الواحده اللي يخسرها، وعشان كيوان ما كانش معاه حاجه يخاف يخسرها وافق، وفي اول محاوله كسب رجل الاعمال ده، وكيوان قال له انه مش معاه حاجه يديها له، فقال له رجل الاعمال انه موافق يديله قلم بدل الفلوس، ووافق كيوان ولعبه مره تانيه، وفضل رجل الاعمال يكسب لغايه ما حاول كيوان وكسب في اخر مره. وهنا أول خدعة في المسلسل ده نقدر نهرب منها بسهولة، لو أنت قابلت شخص زي ده صدفة وبدأ يتكلم معاك، من الطبيعي جدا إنك تخلي بالك وأنت بتتكلم معاه، وده لسببين، السبب الأول إن ممكن يكون موجود في محطة القطر عشان رايح لمدينة بوسان، وهنا لازم تاخد بالك لأن القطر كله هيتحول لزومبي وهتموت. السبب الثاني هو إن الطريقة اللي بدأ بيها الحوار وإنه يعرض فلوس على حد ما يعرفوش رغم إنه لسه خاسر كل فلوسه، معناها إنه عارف عنه كل حاجة وقاصد إنه يتكلم معاه في الموضوع ده. كمان من الحاجات اللي مش معقولة في المشهد ده هو إن اللعبة اللي لعبوها اسمها داكيتشي، وهي من أشهر الألعاب في كوريا وليها أسلوب معين عشان تقدر تكسبها، وإنك تستهدف أطراف الظهر اللي على الأرض بضربة قوية لأن ده اللي هيساعد في إنه يتقلب. ازاي كيوان عايش في كوريا زي ما بتقول الاحداث وما يعرفش يكسب في اللعبه دي؟ اخد كيوان الفلوس اللي كسبها من لعبته مع الراجل ده، واتفاجئ بان الراجل بيعرض عليه يلعب العاب تانية ويكسب مبالغ اكتر من كده بكتير، لكن كيوان رفض لانه بدا يفوق لنفسه ويقلق من الراجل ده، بس رجل الاعمال قال لكيوان انه عارف بالديون اللي عليه لعصابه القرش الابيض وانه هيتقتل لو ما رجعش الفلوس، وكيوان اتفزع وسال الراجل عن ازاي قدر يعرف المعلومات دي، وهنا بيديله رجل الاعمال كارت شخصي وبيطلب منه لو على اللعب يتصل بالرقم اللي هنا. كيوان رجع للبيت اللي كان عايش فيه مع مامته، وده بعد ما انفصل عن مراته وبنته، وهو قاعد بيتعشى مامته قالت له ان مراته هتهاجر لامريكا وهو مش هيقدر يشوف بنته للابد الا لو بقى معاه فلوس ويثبت للمحكمه انه قادر يصرف على بنته، وكان كلام مامته ليه عباره عن القشه اللي قسمت ظهر البعير، وراح على اوضته واتصل بالرقم وقال له انه جاهز يلعب اكتر. في وقت متأخر من نفس الليلة كان كيوان واقف على الطريق مستني عربية هتجيله، ولما وصلت ودخلها شاف ناس تانية غيره لكن نايمة، وقبل ما يسأل السواق اتسرب غاز منوم للعربية ونام هو كمان. بعد فترة فاق كيوان ولقى نفسه في مكان كبير جدا وفي سراير كتير فوق بعضها، ولابس هدوم غريبة تشبه لهدوم كل اللي موجودين في نفس المكان، وبدأ الكل يفوق ويتجمع في وسط الأوضة ويسأل عن المكان اللي هم فيه، لكن فجأة اتفتح باب كبير ودخل منه تلاتة لابسين أحمر وشوشهم عليها أقنعة سودة ومرسوم عليها دايرة بيضة إلا واحد بس القناع بتاعه عليه مربع. بدأ الراجل اللي على وشه المربع يتكلم ويقول إن كل اللي موجودين في المكان هنا هيلعبوا 6 ألعاب، واللي هيقدر يفوز في الألعاب دي هيكون مستنيه جايزة مالية كبيرة جدا، وقواعد اللعبة دي معروفة وهم 3 قواعد أساسية. القاعدة الأولى اوعى توقف لعب أبدا، القاعدة الثانية ممنوع تنسحب أو تحاول تهرب لأنه هتتقتل فورا، القاعدة الثالثة ممكن الألعاب تنتهي لو كل اللي موجودين وافقوا بدون أي ضغط على إنهم ينسحبوا وما يكملوش اللعبة. من وسط الناس اللي واقفه واحد بيرفع ايده وبيسال عن السبب اللي خلاهم يختاروا الناس دول، عشان بعد كده يشغل الشخص اللي على وشه رسمه المربع الشاشه الكبيره ويعرض فيديو فيه مقاطع متصوره لكل الناس اللي في الاوضه وهم بيتضربوا على وشهم، وبيقول لهم ان كل اللي موجودين هنا عليهم ديون كتيره جدا، واللعبه دي بالنسبه لهم الحل الوحيد عشان يتخلصوا من كل الديون دي، وبدا الناس يقفوا صفوف عشان يمضوا على عقد في القوانين دي، وان اللي بيمضي ده موافق على انه يلعب الالعاب دي وينفذ كل شروطها.
وهنا كان لازم نقف مرة تانية لأن في غلطات لازم نوضحها، وهو إن الطريقة اللي جه بيها كيوان وكل واحد في اللعبة دي طريقة تدل على إنه اللي بيحصل معاهم أمر غير قانوني، وده سبب يخلي كل اللي موجودين في المكان يستخدموا القاعدة الثالثة من قواعد اللعبة ويتفقوا كلهم إنهم ينسحبوا وينجدوا نفسهم من المصيبة اللي ممكن تحصل لهم من الألعاب دي. كمان من ضمن الغلطات إن الطريقة غير القانونية اللي خطفوا بيها المشاركين في اللعبة من الشارع تخليهم ما يعملوش عقود للناس اللي هتشارك، لأن ببساطة العقود دي كلها ملهاش أي لازمة لأن مفيش أي صفة قانونية ليها. لكن المدير واللي واضح إنه الشخص اللي لابس أحمر وعلى وشه رسمة مربع كان عاوز يدي إحساس لكل اللي موجودين إنهم اللي اختاروا يلعبوا بكامل حريتهم وهم اللي اختاروا المصير ده بنفسهم. بتبدأ أول ألعاب الموت وبيدخل 456 لاعب لساحة كبيرة فيها عروسة ضخمة واقفة تبص عليهم. كيوان اتعرف على واحد من اللي موجودين وده عشان هم حرموه من الأسماء وادوهم أرقام على الهدوم بتاعتهم، وفجأة بيطلع صوت يعرفهم باللعبة وإزاي يكسبوا فيها. اللعبة اسمها الضوء الأحمر والأخضر، وفي اللعبة دي في خط النهاية لازم الكل يعديه في الوقت المحدد للعبة وهو 5 دقايق، والعروسة الكبيرة دي هتديهم ظهرها وفجأة تبص عليهم وهم بيجروا الخط النهاية، بس اللي هتلاقيه بيتحرك أو حتى بيتهز هيبقى كده خسر. وطبعا هم ما كانوش يعرفوا يعني إيه الخسارة في اللعبة دي، ولفت العروسة وبدأ العد التنازلي للعبة وجري كل المتسابقين بأقصى سرعة. لكن فجأة لفت العروسة وسبت الكل في مكانه إلا واحد بس ما قدرش يحافظ على التوازن بتاعه ولمحته العروسة وخرجت بندقية من الحيطة وموتته فورا. أول ما الكل شاف اللي حصل جريت مجموعة منهم خايفة على البوابات تاني، لكن العروسة رصدت كل الحركات دي وخرجت بنادق تاني من الحيطان اللي حواليهم وقتلتهم كلهم. مات تقريبا 100 واحد منهم، والباقي اللي لسه عايش ما كانش يعرف انه موجود في جزيرة جوه المحيط مجهولة الموقع على الخريطة، بس عرفوا ان الطريقة الوحيدة عشان يقدروا يخرجوا من اللي هم فيه عايشين هو انهم يكسبوا في اللعبة. رجعت العروسة تاني تبص للشجرة وكمل الناس جري بسرعة، وبتفاجئ بالبنت اللي سرقت فلوس كيوان في أول المسلسل موجودة معهم في اللعبة، بس كانت أذكى من اللي موجودين وكانت بتستخدم راجل من اللي بيجروا كدرع ليها ودايما بتجري وراه عشان تقدر تخفي حركتها أو عدم توازنها عن عيون العروسة الكبيرة. وأول ما قربت من خط النهاية سحبت الراجل اللي كان الدرع بتاعها من شعره ووقعته على الأرض وعدت هي خط النهاية. كيوان كمل اللعبة، لكن وقبل ما يجري واحد من الواعين مسك في رجله وطلب منه يساعده، بس كيوان لو اتحرك أقل حركة هيتقتل فبيتجاهله وبيكمل جري. وأول ما بيقرب من الخط بيختل توازنه، بس قبل ما يقع في الأرض بيمسكه واحد من هدومه بسرعة وبينقذ حياته. بيبقى فاضل 3 ثواني بس على الوقت المحدد للعبة، لكن قبل ما يخلص وقت اللعبة وأول ما لفت العروسة بيرمي كيوان نفسه على خط النهاية وينقذ حياته من الموت. أول لعبة من ألعاب الموت دي كان في أكتر من طريقة سهلة تقدر تخليك تعدي منها بسهولة. الطريقة الأولى وهي إنك تحسب المسافة اللي لازم تجريها على الوقت المحدد للعبة عشان تعرف إنت تقدر تخلص في وقت قد إيه. كمان من الخطط البسيطة إنك لازم تكون بتاخد خطوات ثابتة وواسعة على الأرض عشان لما العروسة تلف تقدر تثبت مكانك في لحظة واحدة وما تتعرضش لأي نوع من أنواع اختلال التوازن ويكون الموت مصيرك. ومن الخطط البسيطة برضو إن لما الناس بتتوتر أو تغلط ممكن تمسك فيك أو تشدك أو تزوقك فتقع على الأرض، وده هيخلي العروسة تلمحك وتستقبل الرصاصة فورا. لكن الحل الوحيد لده إنك تتفادى الناس أصلا وتجري جنب الحيط، ولو بصيت للمكان اللي هم فيه هتلاقي فيه جدار عليه ظل، وده اللي متوقع ان ناس كتير تجري عليه، وممكن يصادف ان ناس من اللي معاك يكونوا جنبك وبكده تفشل خطتك. فعشان كده انا هفضل ان اجري جنب الحيط اللي عليها الشمس لان محدش هيفكر يروح لها، لكن هقدر اتحرك بكامل حريتي هناك. كمان واحده من اهم واحسن الخطط اللي اتنفذت في المشهد من الحراميه دي وهي انها تستخدم واحد من الناس اللي معاها كدرع ليها بحيث يقدر يغطيها لو ما قدرتش تثبت من اول لحظه، ويديها ثانيه او ثانيتين تقدر تثبت فيهم من غير ما تلقطها عيون العروسه الكبيره. لما رجعت المجموعه اللي كسبت في اللعبه الاولى على اوضتهم في اخر اليوم جالهم القائد وهناهم بالفوز في اول لعبه وقال لهم ان 255 لاعب منهم مات وبيشجعهم عشان يستعدوا للعبه الثانيه. لكن فجاه خرجت واحده من بين الصفوف وبدات تتوسل ليه عشان يرجعها البيت، وبعد ثواني خرجت معاها مجموعة تانية صغيرة وفضلت تتوسل هي كمان للقائد ده انه يمشيهم. بس في اللحظة دي نزلت حصالة على شكل خنزير ضخم من السقف وبدأت الفلوس تنزل جواه، وبعد ما اتملى للآخر قال لهم القائد ان اللي هيكسب في الألعاب دي هيقدر يكسب 45 مليار و600 مليون يوان، واللي هينسحب مش هيكسب ولا يوان واحد. وعشان كده طلع جهاز للتصويت من تحت الارض ان اللي موافق انه يرجع لبيته يدوس على الزرار الاخضر واللي مش موافق يدوس على الزرار الاحمر.
لكن قبل ما يبدأوا تصويت فكرهم القائد بطبيعة حياتهم برا اللعبة والحال اللي هيرجعوا له، وإن أيا كان اللي بيواجهوه هنا هيكون أحسن من اللي مستنيهم برا. وبعد كلامه ده الكل صوب بإنه يكمل لأنهم اقتنعوا بكلامه. في الأوضة اللي المفروض يناموا فيها راح كيوان لسانجو اللي اتعرف عليه في أول لعبة لأنه كان صديق طفولته، واتفق الاتنين إنهم يعملوا فريق مع بعض عشان يقدروا يعدوا ألعاب المود دي، والحل الوحيد عشان ينقذوا حياتهم إنهم يتحدوا، بس انضم لهم الشخص اللي مسك كيوان من إنه يقع ويترسب من العروسة الضخمة، وكمان الراجل العجوز ده كان قريب منهم وطلب إنه ينضم ليهم، لكن واضح على ملامح سانجو إنه ما كانش حابب المجموعة تكبر. في اليوم الثاني بيروحوا كلهم لأوضة كبيرة فيها 4 أبواب على كل باب أشكال مثلث ودايرة ونجمة وشمسية، وبيطلع صوت في الأوضة بيطلب منهم إن كل واحد يختار باب من الأبواب دي. كوان سأل سانجو لو من الحكمة إن الفريق اللي اتحد امبارح يختار نفس الباب، لكن سانجو أول ملامح الأشكال على الباب كانت على وشه نظرة تدل إنه عارف إيه هي اللعبة دي، وقال لكوان إنه من الأصلح ليهم وعشان يقللوا المخاطرة إن كل واحد يختار الباب اللي يحبه، وفعلا عملوا كده، واختار كوان الباب اللي عليه شكل شمسية، ولما بيدخل كل واحد من الباب اللي اختاره بيستلم علبة صفيح فيها كحكة مخبوزة. اللعبة دي كانت من التراث الكوري وكان بيلعبها البياعين مع الأطفال في الشارع، وهو إنه بيستخدم إبرة عشان يطلع الشكل من جوه الكحكة من غير ما يكسر الشكل. الحراس كانوا بيمروا عليهم واللي كان بيكسر الشكل بتاعه كان بيتقتل فورا. كوان كان متوتر جدا من اللعبة دي، لكن استجمع نفسه وبدأ يفكر شوية ولمح الحواف الخفيفة للشكل جوه الكحكة، وعرف ان المية القليلة تقدر انها تطلع الشكل من غير ما يتكسر، وبدأ يلحس الكحكة بلسانه لغاية ما طلع الشكل السليم. سانجو وزميل كوان كان عارف باللعبة ومرضاش انه يتكلم، واضح انه كان بيخطط انه يقتلهم بدم بارد، لان لو انا كنت مكانه وعرفت اللعبة دي عبارة عن ايه كنت افضل ان كلنا ندخل من باب واحد ونختار نفس الشكل لسببين. الاول ان اكيد هختار الشكل اللي مفيهوش زوايا اكتر، وبكده هيكون فرصة اني اطلعه من غير ما اكسره اكبر. التاني ان لو حد من الفريق قدر يعرف طريقة نطلع بيها الشكل من غير ما يتكسر هنطبقها كلنا ونطلع الاشكال بسهولة، وبكده نبقى عدينا اللعبة، لكن ده كله ما حصلش. كمان كان في طريقة تانية تخلينا نفهم اللعبة من غير ما نعرفها، وهو اننا نراقب الناس زي الاتنين اللي تقدموا بسرعة للباب اللي عليه شكل مثلث، لان السرعة والثقة اللي اتحركوا بيها تخليك تتحرك وراهم بسرعة، لان اكيد هم اختاروا الباب السهل. الفكرة اللي جات لي كيوان كانت برا الصندوق، لان مفيش قواعد بتقول انك لازم تستخدم الابرة وبس عشان تخرج الشكل، والتفكير برا الصندوق قليل جدا من الناس اللي بيقدر يعمله لما يبقى مضغوط في وقت صغير، وده فعلا كان اختبار نفسي معتمد من اساتذة الطب النفسي سنة 1950، لما توصل العلماء النفسيين لاختبار بيقيسوا بيه قدرات اي شخص ذهنية من خلال انهم يدولوا علبة فيها دبابيس تثبيت وشمعة وكبريت، ويطلبوا منه انه يثبت الشمعه وهي مولعه على الحيطه من غير ما يبقى فيه اي اثار للشمعه على الحيطه او الارض، وبنسبه كبيره محدش يقدر يجيله فكره انه يستخدم دبابيس الورق في تثبيت الصندوق اللي محطوطين فيه على الحيطه ويوقف الشمعه جواه ويولعها. لكن كيوان في المسلسل كان قادر يخرج من ضغط الوقت وتجيله فكره يستخدم فيها لعابه بدل من الابره، ونجح انه يعدي من لعبه الموت الثانيه. احنا كده خلصنا الجزء الاول من المسلسل، وانتظروا الجزء الثاني.